مجمع مراكز التدريب المهني بحلب التابع لوزارة الصناعة من المراكز المتميزة بإعداد وتدريب الكوادر الصناعية وتزويدها بالخبرات اللازمة في مجال عمل وتشغيل الآلات الصناعية الحديثة المبرمجة. المجمع مراكز تدريب مهني بتقسم لثمان مراكز تدريبية، بتبلش بمركز الغزل والنسيج، مركز السكرتارية وإدارة الأعمال، مركز الكهرباء والإلكترون، مركز السيارات، مركز المعادن ومركز المعلوماتية. بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي تم إعادة تأهيل مركز المعادن، تم إعادة تأهيل بنية تحتية، تأهيل الآلات القديمة وزجب المركز، بعدها تم استيراد آلات حديثة هي الآلات CNC لتواكب التكنولوجيا الحاصلة بالبلد، تم إعداد مناهج تعليمية توافق التطور الحاصل بالمركز. بلش الدورة للموظفين اللي عنا لحتى يقدروا يصيروا مدربين في المرحلة اللاحقة. مدة الدورة استغرقت شهرين، استقبلنا الطلاب 100 طالب على 4 أقسام، بتبلش معنا 48 طالب بالقسم الآلات المبرمجة، في عنا 58 طالب هي من كافة الفئات العمرية اللي ما حسن يكمل دراسة من الصف السادس ولا البكالوريا، 70% منهم المسرحين من الجيش اللي هن عدت فترة عليهم انقطاع عن سوق العمل. الآلات الموجودة عنا عبارة عن فرايز، مقشطة، مجلخة سطحية، مجلخة أسطوانية، في عنا مجموعة تمارين، هالتمارين هي إلى مخططات، المخططات نحن بننفذ التمارين عموز المخططات اللي موجودة عنا. استعمل لتصنيع القطع الميكانيكية والقطع الثلاثية لبعض يلي صعب تشغيلها بواسطة الكمبيوتر والآلة المبرمجة. عنا نموذج هذا قالب عم شغله تدريب للطلاب. أنا هم اشتغل بالحام، الحنقص كهربائي، تجربة مميزة وجديدة، عم استفيد منه كتير شغلات، يعني شغلات حلوة ممتعة. يعني إن شاء الله يعني إذا بس خلص المشروع يعني بجوز أشتغل بالحياة العملية كمان. برنامج تشغيل آلات المبرمجة، ماكينة CNC تحديداً، ماكينة CNC ثلاث محاور. الباور ميل هو وظيفته بياخذ الرسمه وبيقوم باجراء عمليات تشغيل مناسبه لها. طبعا اكيد في كان صعوبات انه انخراطي بهيك عمل ميكانيك، وخاصه انه بحتاج اشخاص شباب وبكامل لياقتهم البدنيه. قدرت اخترق هالمجال الحمد لله بسلاسه، والحمد لله توفيق من الله طبعا اكيد.